النهارده عندنا وراك الدجاج بالكسكسي مع الزيتون والليمون المخلل مع زبده كريستال الصفرة. وراك دجاج زبده كريستال الصفرة، كزبره خضراء، بودره زعفران، بهارات، تعفير الدقيق ليه مش عارفه، وعندي بصل وملح، عصير ليمون، مرق دجاج، ورق لورو، ليمون معصفر، ورق لورو، زيتون مخلل، عصفر، كمون، كركم، زنجبيل، بابريكا، حبه البركه، قرفه، ملح وفلفل. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم كده. الاول هنعمل الكسكسي زي ما بنعمل الرز، يفلفل معايا زي ما بعمل الرز. هديله سمنه زبده كريستال ونشوف دلوقتي هيعمل ايه مع حضراتكم. ونصلي على الحبيب، نصلي على ادي الزبده بتاعتنا الجميله، حبيبي يا سيدنا محمد اهو. دي اول قطعه للكسكسي، وادي تاني قطعه. الله 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 على الريحه والطعم. دي كده لل ارحمها من النار، ودي هنا شغاله اهي، الريحه طالعه ذكيه جدا ممتعه اهي. وادي زي ما احنا شايفين كده الدجاج بتاعنا اهو، نفتح ونقطع اهو كده. نجيب حبة ملح ونحمر في الزبدة بتاعتنا الفراخ بتاعتنا الجميلة حلوة دي. نركز مع بعض والنبي، النهاردة الحلقة دي جميلة حلوة اهو. نصلي على حبيبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا المخرج بتاعنا بيقول لي انا بخاف من الوراك، ما بحبش انا الليجز، ممكن اعملها بالبريست؟ اكيد يا سعادة المخرج. وبعدين ده انت المخرج، تعمل اللي انت عايز تعمله من غير ما حد يقلق معاك وحد يقدر يعدل عليك يا اخويا. طيب كده هنا السمنه بتاعتي بدات، الزبده بتاعتي بدات تسيح، اديها شويه تاني عشان طعمها يطلع حلو. نجيب سكينه نظيفه، وادي حته زبده تاني. انا عايز الزبده تطلع ريحتها حلوه وجميله وطعمها جميل. حبيبي يا سيدنا محمد، حبيبي يا سيدنا محمد، هنجيب لك غيره. حاضر، من عيني يا سعاده الباشا. شكلي كده هعور حد النهارده. رمون ماشي كده. ادي الكسكسي بتاعي اهو. خلي بالكوا في نوع مضروب في السوق وفي نوع كويس. في نوع مضروب في السوق وكده انا بحمر اهو، بيقول لي خلي بالك لا تلزق منك. قلت له امال انا مديها ملح ليه؟ كده بقى طجن ده. اقلب السمنه بتاعتي كريستال الصفرة اهو. حبيبي يا رسول الله، بسخن الكسكسي، اديله شويه ملح وانا مديله مكعب مرق، قوم بقى ايه اقلب الفراخ بتاعتي مع الزبده، بحمر الفراخ في الزبده كده. الله الله اللهم صل على النبي،
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايوه الزبده ملعلعه، شفت يا باشا؟ شفت العلعه يا باشا؟ وانا وياك شفت الحلاوه؟ ادي بقى هنا ايه؟ توم وبصل، ومش هقلب، لكن اقلب هنا كده اسخنه كده اهو. حبيبي يا رسول الله كده هنا، ادي مكعب مرق، وادي شويه شاي اهو، ادي البابريكا، توابل، شوية الكركم، جوز الطيب، زنجبيل، ورق لورو، وسنة قرفة، وادي بودرة الزعفران، حبة بودرة الزعفران اهم، لان الزعفران غالي بحط شوية بودرة زعفران. أسخن. عندي شوربة أو عندي مية سخنة، أنا مديه مكعب مرق ما لقاش عليه. كده أقلب هنا. وصلي على الحبيب أهم حاجة. أهو. وملى علي حبه. من اول ايه؟ حباظ لهم بزاز عبد العزيز. حاضر. نعم يا فندم. تعبت؟ حاضر. بس اذنكم بقى، طب اطفي على الكشكشي ده عشان ننقله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. كاني بعمل رز عادي، ادي اسقي لبن اسقي لبن، شوربه شوربه، ميه ميه. نرجع بقى الزيتون بتاعي. شوية العصفر، وادي شوية بقدونس، والانسة اللي قاعدة فوق دي ما كتبتليش ان في فلفل حراق. ليه ما تاكلوش فلفل؟ في كسكسي من غير فلفل؟ ادي شوية ليمون، وادي قرنين فلفل مش كتير عشان المخرج ما يوجعش بطني. طبعا ما احطش ملح كتير عشان خاطر عندي الزيتون والليمون. ما احطش ملح. واو واو واو. كده